ننتقل الآن لسعادة جاسم اللوشي رئيس التميز المؤسسي في مصرف الشارقة الإسلامي، فليتفضل المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا الشكر موصول للمنظمين على هذا المؤتمر ومشكورين على حسن التنظيم. طبعا تكلمنا عن دور البنوك بشكل عام ودور المصارف في دعم التطوير العقاري. ما في شك طبعا لو ما نتكلم عن دور البنوك لازم نذكر اليوم نحمد ربنا على الحمد لله النعم اللي احنا فيها، لان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الموجود في الدوله هاي من الاسباب الرئيسيه اللي صراحه طورت العقار. لان اليوم المجتمع اللي غير مستقر وغير مستقر اقتصاديا واجتماعيا لابد اكيد العقار يكون متاثر، ولكن الحمد لله فنشكر الحمد لله على النعم اللي احنا فيها. طبعا في ظل وجود التحديات السياسيه وايضا انخفاض اسعار النفط وغيرها لها تاثيرات، لكن دور المصارف دور مكمل لدور الحكومه وايضا لدور طبعا المطورين اللي هم قايمين بدور كبير اليوم انهم يكملون دور المصارف في موضوع الدعم الكبير للتطوير العقاري في الامارات. اعطي مثال لهذا الموضوع، ان اليوم مثل ما تعرفون القانون العقار اللي اصدر في 2013 في اكتوبر على ان المستثمر اللي حاب يشتري اي وحده سكنيه لابد من دفع 50% من السعر على اساس انه كنوع من الضمان، لكن وجود المطور اليوم ساعد الموضوع هذا وساهم في انه يخفف القسط على المستثمر بحيث انه يقدر يدفع اقل من المبلغ هذا قد يكون 25% على اساس انه بعد الانجاز الانشاء يدفع المبلغ الكامل. فهذا حبيت اوضح ان دور المصارف مكمل لدور الحكومه وايضا دور المطورين في هذه المنظومه. اضيف لذلك طبعا الحكومه اليوم ايضا بعد يوصل موصول دورها من قبل المصرف المركزي اللي وضع تشريعات كانت لها دور كبير لانها صراحة تحمي السوق العقاري اليوم. أنتم مثل ما عارفين يمكن عشنا في أزمة سابقا، واليوم أعتقد القطاع العقاري ناضج وفاهم مستقر عارف الأمور اللي تحدث، فلذلك في نوع من نضج خلينا نسميه، في نوع من حذر في المواضيع اللي قد تتأثر على القطاع العقاري بشكل عام. فنحن كمصارف دورنا مكمل لهذا الدور، واهم شيء في دورنا هو تقديم التمويلات العقاريه خلينا نسميها الابتكاريه اللي هو دخله متوسط، ما نتكلم عن
المستثمر طبعا الدخل الكبير، الدخل المتوسط طبعا رواتب ما بين خلينا نقول 20 إلى 60 ألف تقريبا. فهذا المستثمر طبعا اليوم يقدر يحصل على تمويلات مختلفة بحيث أنها تدعم بشكل عام أن العقار يستمر في طوره. إذا هي علاقة تكاملية في مشروع في المشاريع العقارية بين التشريعات التي تضعها الحكومة وأيضا الشركات العقارية وكذلك شركات التمويل العقاري. شكرا جاسم الجوشي من مصرف الاستثمار والتطوير. ترحب، تقدر تساعد المستثمر من ناحية البيانات، من ناحية المعلومات الخاصة عند الاستثمار في كل القطاعات. بأربع مواقع أبني سكنية، مناطق فيها تجارية، مناطق فيها استثمار.